بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اليوم إن شاء الله أصدقائي بنعد الدرس شرح نيو بوكس. هذا هو الموقع حاليا، هذا هو رسالة إخواني، هنا شرح مبسط إن شاء الله حتى تعرف شلون تشتغل بالموقع. هذه هي الإعلانات في اللون البنفسجي. قبل الضغط عليه تكون باللون البنفسجي، لكن بعد الضغط هنا راح نضغط أول إعلان. شوفوا النقطة الحمراء، تضغط عليها ياخذك إلى نافذة جديدة. راح تنتظر يكون تحميل الصفحة إن شاء الله. سهل العمل به، لكن يعطيك يعني أموال قليلة جدا جدا قليلة أموال، لا تعتمد على الإعلانات فقط، يعني أموال جدا قليلة. يعني أنا صار لي تقريبا أكثر من 3 شهور ما جمعت فيه $3، فهذا عيب. يعني لازم تستخدم ريفيرال وحملات إعلانية تسوي. حسابك تضغط على علامة زائد، راح يتغير رصيدك. ها مثل ما تشوفون، راح نرجع إلى الإعلانات. أضغط أيضا الإعلان الثاني حتى نأكد العملية. إخواني الان باللون البنفسجي تضغط عليه على النقطة الحمراء، تطلع لك تضغط على النقطة الحمراء تفتح لك نافذة جديدة. تنتظر حرف الاو تحول باللون البرتقالي، ما تظهر لك كلمة كلوز باللغة الانجليزية او بالعربية قريب. I have a question and I'm being very serious here. على كلوز. مجرد انه تفضي بحسابك